نروح كمان لتليفون تاني معانا دلوقتي من كرنفال مصر الدولي للفنون اللي بيتعمل في الغردقة، وبيحتفلوا معانا بمرور 200 عام على اكتشاف علم المصريات واكتشاف حجر رشيد، وده من خلال انهم بينظموا معرض فني وورش عمل لانتاج اعمال الفنانين التشكيليين الخاصه بحجر رشيد. دلوقتي معانا على التليفون الفنان محمد حميده منسق كرنفال مصر الدولي للفنون. برحب بحضرتك، صباح الخير عليك، ويعني لو نعرف كده اهم الرسائل الخاصه بكرنفال الغردقه والاحتفال بمرور 200 عام على اكتشاف حجر رشيد وعلم المصريات. صباح الخير يا فندم. الاول النهارده احنا بادئين من يومين ان شاء الله في كرنفال مصر الدولي للفنون تحت رعايه هيئه تنشيط السياحه وبرعايه احد الفنادق الكبرى بالغردقه. احنا مجمعين 15 دوله في الممشى السياحي بيرسموا وبينحتوا بعض الاعمال الفنيه الخاصه باعمال بفنهم اللي هم جايين ينقلوه من بلادهم لشركائهم المصريين المشاركين معاهم. النهارده هنبدا عندنا كام دوله مشاركه تقريبا يا فندم؟ 15 دوله بالفعل وصلوا ومستمتعين جدا باجواء الغردقه وبموضوع الورشه اللي هو هيبدا النهارده عن حجر رشيد. احنا بنعمل اعمال فنيه تحاكي حجر رشيد عباره عن اربع مجسمات كبار على شكل حجر رشيد، وهم الفنانين هيرسموا عليهم بعض العبارات وبعض الرموز التشكيليه. يعني بيعالجوا الحجر رشيد تشكيليا بحيث ان احنا بنوري بندي رساله للعالم كله ان حجر رشيد ده هويته مصري، وهو والمفروض انه يرجع لمصر. وعن طريق ال 15 دوله المشاركه دي ده بينشروا على عبر صفحاتهم في الفيسبوك. ده حاجة كويسة جدا ان هم موجودين في الغردقة وبيتناولوا موضوع عن حجر رشيد. طيب يعني حضرتك قلت لي ان في 15 دولة، بالتأكيد الفنانين بيرسموا، كل واحد بيرسم يعني الحضارة بتاعته زي ما قلت لي، يعني أهم ما رسم ايه؟ يعني احنا النهاردة المصريين هيرسموا آثار فرعونية أو إسلامية أو قبطية، الناس التانية بترسم ايه عشان الصورة تبقى جميلة وكاملة؟ اعتقد الصورة الواحد بيتأملها كتير غير الفيديو بيمر سريعا، لكن الصورة فيها نوع من انواع التأمل وفيها نوع من انواع الرسائل الغامضة اللي زي ما بيقولوا جوه كل صورة. هو موضوع الكرنفال احنا واخدين موضوع اسمه الأعمدة السبعة للشخصية المصرية للكاتب الراحل ميلاد حان. طبعا ميلاد حان. فانت عارف ان السبع في سبع اعمده للشخصيه المصريه. فاحنا طبعا عندنا فنانين من اوروبا ومن تركيا ومن روسيا، والدول دي كلها مشاركه في الاعمده السبعه الحضارات اللي اثرت في الشخصيه المصريه. فكل فنان احنا طالبين منه يدي انطباعه عن مصر في العمل الفني. احنا عاملين بجانب اربع اعمال مجسمه من حجر رشيد، لا عاملين كمان سبع اعمده، كل فنان بيرسم انطباعه عن مصر وبيحط بعض اللغات الخاصه ببلده. فاحنا بنوصل للعمل الفني ان هو عمل جماعي، يعني مش للفنان لوحده، لا، ال 40 فنان مشاركين في اعمال جماعيه، فبيرسموا ايه هم اللي حابينه في مصر وايه اللي بينقلوه من ثقافتهم لمصر، يعني مزج ما بين الثقافات في عمل فني واحد. وده حاجه كويسه جدا وناجحه لغايه دلوقتي، وان شاء الله يوم 1 اكتوبر ده افتتاح المعرض اللي هو بقى بيتم فيه نشر او عرض نتاج الورشه اللي على مدى 5 ايام، وان شاء الله برضك نبعت لكم صور يوم 1 اكتوبر على الاعمال اللي تم تنفيذها ان شاء الله. طيب استاذ محمد، عايز اسالك عن تنظيم الورش، وماذا تقدم الورش؟ الورش احنا بنقدمهم ورش من ابتداء، احنا بنديهم طبعا فري تايم من الصبح لغايه الساعه 5 عشان يستمتعوا بالبحر والشمس الغردقه، وده هو جاي برضك يستمتع. وده نوع تاني من الترويج السياحي واستغلالكم للكرنفال في ترويج سياحيا لمدينه الغردقه. احنا بقى لنا 3 ايام انا شايف كل صفحاتهم وهم بيتصوروا على البحر ويتصوروا في اماكن جميله وهم ماشيين في كل امان. وخاصه ان الممشى السياحي كمان اتعمل واتجدد، ومفروض ان سياده الوزير جاي يفتتحه، وزير السياحه ومع سياده المحافظ هيفتتح ممشى بطول 10 كيلو وعليه وراكب فيه مجسمات من كل صحيح. من كل المدارس الفنيه. فده ده تسويق سياحي لبلدنا حلو جدا عن طريق الفنانين المشاركين، وفنانين جميل كمان من دول اوروبيه يعني معروفه بتورد سياحه لمصر.
طب 200 سنه على اكتشاف حجر رشيد، دايما احنا لما بنحتفل بحاجه بنشتكي ان الغرب يعني ما بياخدش باله منها او ما بنسمعهاش. أيوة. او ما بنشوف اثرها في الخارج. احنا ازاي هذه الرسائل توصل الى الخارج؟ كيف نصل بالتاكيد للعالم على ان احنا النهارده بنمر ب 200 سنه على اكتشاف اهم علم غير ملامح البشريه؟ والله يا فندم بص، طبعا الاعلام، هو الاعلام هو عليه كل حاجه، يعني هو البطل الموضوع ده، فالمفروض ان هو عن طريقكم بيتم نشر الاعمال دي على يعني على يعني قنوات تلفزيونيه متشافه بره، فاهم ازاي؟ تسويق الاعمال الفنيه اللي بتتعمل في الورش دي، ان احنا انتوا ككرنفال بتعملوا ايه؟ يعني حضراتكم اكيد عندكم الرساله دي، وصلتها ازاي من خلال الفنانين ده؟ ربما ده سؤال. يعني وصلتها عن طريق الميديا من خلال صفحاتهم هم. أيوة. يعني كل فنان عنده مثلا متابعين 50,000 متابع، فالمتابع ده بيشوف هو يوميا بيتابعه، وهو بيحط صور شغله وهو بيشتغل في الورشه، فده اللي اقدر عليه انا من خلال صفحات الفنانين، عشان كده انا داعي 15 دوله. وعزمنا كمان سياده وزير السياحه، يا رب بس يوافق ويجي يفتتح لهم المعرض من 1 اكتوبر، وجود وزير السياحه معاهم ده لوحده تسويق سياحي مصري، انه ده شخصيه سياسيه فبيتابع من جميع من بره، فوجوده احنا يا رب بس يوافق. ومن خلال انا بوصل رساله لمعالي وزير السياحه ان ما يتجاهلش 15 دوله موجوده ان شاء الله يكون السياحة. سمعنا ويحضر حضرتك يا رب ان شاء الله. طيب عايز اسال حضرتك كمان عن ردود افعال المشاركين من الدول المختلفه، حضرتك بتقول 15 دوله مشارك فيها فنانينها مشاركين في هذا الكرنفال، ردود افعالهم على ما تم من تطوير، اذا كان حد فيهم زار الغردقه قبل كده وشكل الغردقه النهارده بعد هذا التطوير الكبير اللي بيتم فيه. اغلب الفنانين من جم كذا ورشه قبل كده، انا عزمتهم في اكثر من ورشه على مدى 4 سنين صراحة، يعني أنا مش عايز أقول لحضرتك، مبسوطين جدا بالممشى السياحي ومجهود محافظة البحر الأحمر. الأعمال الفنية، العمل الفني لما بيكون موجود في مكان بيدي له طابع جميل، وخصوصا لما تكون أعمال مميزة ومش مش 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 تقليد لأعمال بره. يعني السنة دي على وجه التحديد إيه اللي حضرتك شايفه يميز المهرجان؟ أو الممشى أولا تجديد الممشى، تاني حاجة احتفالات، إن هو جاي في وقت احتفالات مصر بحجر رشيد، وإحنا الفنانين التشكيليين الموجودين حاليا بنحتفل من 15 بنحتفل بموضوع حجر رشيد. فطبعا ده كان بالتنسيق معايا تنسيق السياحة الأستاذ عمرو القاضي، وإن جاي مناسب، يعني وقت الكرنفال صراحة أنا حابه قوي، يعني جاي في مناسبة جميلة جدا. هل أنتوا عاملين ورش في الكرنفال توضح للأجانب دول تاريخ الحضارة المصرية وأسس علم المصريات وأهمية اكتشاف حجر رشيد، لنطلعهم على هذا التاريخ بأيادي مصرية؟ طبعا إحنا في الدعوة من بداية، من قبل ما يجي مصر إحنا باعتين له دعوة فيها فيها موضوع عن حجر رشيد وعن الأعمدة السبعة الشخصية المصرية، ترجمنا له نص عن 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 الموضوعين وبعتناه له مع الدعوة، فهو قرا الفكرة وجاي مجاه، يعني هو جاي قاري عنها، والأجانب حتى معانا فنانات من السعودية كمان، والقنوات الإعلام السعودية جاية تتابع وتغطي معاهم كمان. الحاجة إن هم جاي متابع وعارف هو جاي ليه، والحاجة التانية ان هو موجود هنا. طبعا احنا دي حاجة حضرتك وجهتيني ليها كويسة، انا صراحة ما عملتهاش، بس انا لسه في وقت عندي، انا هعمل لهم زي ندوة هنكلمهم عن حجر رشيد اكتر وفيديوهات عنه. وانا بشكرك على اللفتة الجميلة دي. صحيح، شكرا جزيلا، بنشكرك شكرا جزيلا الفنان محمد حميدة منسق كرنفال مصر الدولي للفنون بالغردقة، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة.